السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس؟ كي دايرين مع الصحه؟ كل شيء مزيان، نتمنى تكونوا على خير وبخير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. واليوم جيتكم بواحد الفيديو، غندير لكم واحد الموضوع ديال واحد السيده ما غنذكرش الاسم ديالها. كنت مشيت للعرس وراكم شفتوك الانستغرام، وهادي انا واحد السيده صديقه ديالي، كنشكرها بزاف. شكرا شكرا، بارك الله فيك اختي. ما جبتش لك الاسم ديالك ونهائيا. دارت العرس لولدها، الله يكمل عليها بخير، والله يعاونها، والله ينجح لها وليداتها، وتبارك الله عليك اختي. العرس واعر زوين، انا ما عندي ما نعلق، ما عندي ما نقول، داكشي زوين، كلشي زوين، تبارك الله، وصلى على النبي. الله يكمل عليكم بخير اختي، والله يعاونك اختي، والله يسهل عليك. ايوا واحد الملاحظه، ملي عرضتي عليا اختي، انا ملي كبرتي بيا، الله يكبر بيك، والله يخليك صحيحتك، ويخليك وليداتك، والله يرحم الوالدين. انا كبرتي بيا، مرحبا. انا مشيت، انا قلت حيت انا فايته دايره فيديو مع هاد السيده. علاش كنقول السيده باش نبدل سميتها؟ لان بغا سميتها تجبد هذيك الخصوصيه ديالها واختيار ديالها واحترام للناس. انا السميه ديالها ما بغاتنيش نقولها، والاسم ديال بلاصه ما بغاتنيش نقولها، ما عنديش مشكل. انا اختي، انا كندير فيديوهات انا وليداتي، انا ما عنديش مشكل نجبد الاسم ديال واحد الانسان ولا واحد الانسان، ما عنديش مشكل. حيت انا ديجا السيده مشيت عندها المحل، درت ليها درت فيديو على المحل ديالها، درت ليها المحل ديالها كتبيع داكشي الاتات، هادي صورتو، هادي قبلتها، بغاتني نصور الاتات ما عنديش مشكل، صورتهم درتهم ليها كصديقه، ما كاين بيناتنا حتى حاجه. صورت لها الفيديو ديالها، مرحبا. كان بنت معايا، قلت لها واش ماشي مشكل؟ قالت لي لا ماشي مشكل. هادشي كنعاود لكم قديم خوتي، وسمحوا لي على الصوت ديالي، الصوت ديالي كله مع الصداع وسميتو الهادير، مازال غنعاود لكم. وفاش قلت لكم راه دابزت حتى الصوت ديالي مشى ليا، ما عليناش، نرجع لكم الموضوع. ملي صورت سيده معايا قالت لي اختي ماشي مشكل، لحت الفيديو، الفيديو ملي تلاح ميمكنش تنوضي تحيدي السيده، الفيديو مكيتحيد على 24 ساعه، ما يمكنش نبلوك نحيدو. وانا ما باش نحيد لها صورتها على 24 ساعه، باش كتحيد، واخا ما عليناش. هادشي فات، بقات العلاقه، كتعيط لي السيده السلام عليكم، مرحبا مرحبا، كنشكرها من هنا، شكرا اختي، بارك الله فيك. عرضت عليا خوتي، عرضت عليا الجمعه، مشينا خوتي للعرس، ما صورتش، قلت انا بلاش هذا العرس غنصور غير انا، غير انا، راه ما غنصور حتى واحد، لينا لا غنصور شي حد، ماشي من كاين الناس اللي ما كتبغيش تبان، وكاين الناس اللي كتبغي تبان، واخا ما عليناش. المهم دخلت، مشينا، راه صورنا معاكم، غتشوفوا كل شيء خوتي، غتشوفوا اي حاجه درنا. لبست انا وليداتي بالليل، انا ويسرى ونوره، وخرجنا صورنا في الصاله، غادي صورنا في الطوموبيل، وصلنا للقاعه. ملي وصلنا خوتي للقاعه، تا الاسم ديال القاعه قالت لي ما تجبديش، ماشي مشكل، القاعة معروفة، ما تجبديش، ما عليناش. قالت لي ما تجبديش النمرة القاعة بسمية القاعة، ماشي مشكل اختي، ما عنديش مشكل نجبد سمية القاعة ولا ما نجبدهاش، ما عنديش مشكل، وكنشكرك بزاف، شكرا بارك الله فيك. هي هذيك، مشينا، ما صورتش لا دخلة، ما صورت حتى حاجة، دخلت جلست بحالي بحال الناس، كلمت عليا، رحبت بيا، جلست مع الناس، جلست مع المتتبعين ديالي، كنشكرهم بارك الله فيهم. كيسكنوا ولاد بنات حومتي، كيسكنوا حدانا، كنشكركم خواتاتي. جلست، هي تقول لي بنت حومتي، بنت حومتي، كنشكرها بزاف، بغيت نجبد سميتها، ربما ما تبغيش، ما عاد صافي. بقينا جالسين، هي تقول لي رشيده علاش ما تصوريش؟ قلت لها ما يمكنش اختي نصور وانا في القاعه عند الناس، راه ما يمكنش اختي نصور، وما يمكنش ليا، الا غنصور غنصور غير راسي وبنتي، حنا باينين، ما عليناش. هي هذيك خوتي، بقينا المهم دوزنا الحفله، دوزنا داكشي، صورنا، ما بينتش الناس، صورنا داكشي اللي كان بسطيله اللحم، صورت معايا صحاب هذوك البنات حومتي، صورتهم. عيطت لي السيده الغد ليه، قالت لي شوفي، السلام عليكم، السلام عليكم، كي دايره لاباس؟ قلت لها اللهم بارك، الله يعاونك، والله يعاونك اختي مع وليداتك، والله يحجب لك وليداتك، والله يكثر خيرك، شكرا شكرا بزاف بزاف. علاش؟ لينا ملي عيطت ليا قالت لي السلام عليكم بحالكم، بقات كتسلم مرحبا بيك، وهادي وجي عندي الفيلا، وجي عندي هادي، مرحبا ملي رحبتي بيا، الله يرحب بك الجنه اختي، ما عليناش. صافي، وهي تقول لي يا رشيده
ما تبينيش ما تبيني حتى واحد راه معنا الناس هادي وهادي وعين الناس الناس الناس، ما عنديش مشكله اختي. انا ديجا ما كنتش بغيت نصور، ما بغيتش نبين الناس، وبغيتش ندير حتى حاجه بين تاع راسي وبين الطميسي بكينا، باش انا ما نتسمش كدابه غدا معروضه لابسه لبسي ودايره الفيديو لابسه لبسي ومشيت غدا معروضه ونقول للناس راه اذا كنتسمى كدابه. لبست راه ممكن لبست كشيطه ونقول لهم غدا معروضه وما نبين لهم والو، ما جاتش حشومه لان ماشي في عادتي نكذب. وسمعوا لي اسمحوا لي على هذا الصوت، الصوت راه مشى عليا. ما عليناش، ما تبينيش اختي للناس، ما تبينيش هادي، ما بين حتى واحد، ما صورت حتى واحد. خطا صورت انا وصحاباتي حيدتهم، كان حيدت هذاك الشيء كلشي حيدته. صورت انا وبنتي وصورت انا وصورت يسرى. ما عليناش، هي هذيك انا اختي ملي عرفتي عليا وعارفاني كندير الفلوغ وعارفاني كنصور وعارفه عندي قناه اختي، قولي يا رشيده مرحبا بك 100,000 مرحبا، جي انت ولادك وجي انت مصطفى وجي مرحبا بك اختي. قولي بشرطه رشيده، قولي لي هاك بشرطه رشيده ما تصوريش، اقسم بالله ما نقول كلمه، اقسم بالله ما نصور ما ندير حتى حاجه. علاش؟ لان كي طلبتي مني الشرط مرحبا، كاين الناس كيعرضوا تيقول لك حيدوا التليفونات. انا ماشي كنمشي نصور عباد الله كتشطح النص ديالهم. في انستغرام درتها، في انستغرام درنا ما فيها حتى حاجه، الناس كتشطح عادي. شوفي اختي هذاك راه فرح، خصك تفرحي وخصك تسعدي، وما صورناكش فشي كباري ولا صورناك فشي زنقه ولا صورناك فشي بلاصه، ماشي شي حاجه، راه خصك تفرحي اختي. الناس راه صوروا والناس داروا اللايفات وما شتيهمش، والناس كتلوح والناس هادي، مايمكنش ما عليناش. انا اللي بقى فيا الحال، شنو هو اللي بقى فيا الحال؟ نقول لكم اللي بقى فيا الحال، صورت وما غنلوحش، ولكن غنلوح انا وجهي وجه بنتي. انا غادي ملي غنسالي هنا غتبعوا معايا الفيديو في الاخر ديال سميتو ديال العرس، غتشوفوا اشنو صورت. قالت لي ما تصوريش ما تلوحيش حتى بالسطيله اللي صورتي. قلت لها حتى بالسطيله ما نلوح زعما في الطابله بين انا مشيت للعرس؟ قالت لي ما تلوحيش حتى بالسطيله ما تلوحيهاش. وانا خوتي ما تنكذبش، قلت لكم غدا العرس ودايره فلوق، بينت لكم التبصيل وبينت لكم الحلوه وبينت لكم فين مشيت وبينت لكم فين جيت، احتراماتي ليها. قالت لي ما تلوحيش بالسطيله، انا البسطيله ما عندها لا كوبيرايت، ما صورت حتى حد اختي، ما درت حتى شي حد، احتراماتي للناس. هادشي اللي كاين بسطيله، ما عندناش كوبيرايت على بسطيله، وماشي بسطيله بسطيله، اي واحد عنده اختي واي واحد واكلها واي واحد دايرها، والله يكمل عليك بخير اختي وشكرا ملي رحبتي بيا. ولكن المره الجايه انا تنقولها للناس اللي كتعرفوه كيدير الفيديوهات وكتعرفوه كيفلوغي وكتعرفوه كيدير كلشي، علموه ما فيها حتى حاجه. انا ما نديرش عندكم فيديو، ما عنديش مشكل، ما نصور حتى واحد، ماشي مشكل، انا نصور انا ولادي، ندير عطاجين فيه البيض ومطيشه ونمشي للعرس، ما عنديش مشكل، بيض ومطيشه نشاركوا مع ولادي نصوروا ونمشي نفوج. قول لهم انا غدا نفوج، ولكن راه ما غنصور لكم، الناس راه ما بغاونيش نصور لكم. ومرحبا اختي، ماشي مشكل، وما بقاش فيا الحال، بقى فيا الحال على ود ملي قلت لك نلعب سطيله، قلت لي حتى بسطيله ما تلعبيهاش. اذا اشنو درت لك؟ واشنو واش غيرتك فشي حاجه؟ واش قلقتك فشي حاجه؟ واش ما اديتش شي حاجه اللي ما عجباتكش؟ وهادشي اللي بغيت نقول، وما عليناش. وكنشكرك من هنا، وشكرا شكرا بارك الله فيك اختي، والله يرحم الوالدين. وانتم غتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، ومازال غندير فيديو غنهضر لكم، غنهضر لكم على السيد اللي تخاصمت معاه تناقشت معاه على قل من حاجه، وغادي نوصيكم خواتاتي وغناكد لكم اشنو ديروا ملي بادي شي مشروع واللي بادي شي حاجه. مازال غنجبد معكم هذا الموضوع، هذا ابار ل... ابار ل... ابار هادشي. انا غنخليكم مع الحفله ونخليكم مع وحق الله الا ديفرتينا وضحكنا وتبرعنا. علاش اخوتي كنهضر بشويه فيا ما نغوت شويه؟ كاين المعلم كيقري في يسرى وتيدير لها مراجعه،
هي وصاحبتها، انا كنهضر بشويه احتراماتي للسيد ثقه الاستاذ كيقري في اسره وتيقري في بنيته صاحبه بنتي كيقري فيهم الفوق. هادشي اللي كاين اختي، وكنشكرك بزاف، شكرا بارك الله فيك، وسمحي لي بزاف 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 الا حطيت بسطيله والحينات، سمحي لي بزاف بزاف. وكنشكر بنت حومتي بلا ما نجبد الاسم ديالها كلها ما تبغيش، وكنشكر واحد السيده من طاليان حتى هي تصورت معايا ولكن ما مكتبش اختي تباني، ما عنديش مشكل. وكنشكر واحد الاخت بنتها راه خدامه في السبيطار، كنشكرها بزاف. حتى انت اختي حيت قطعت داك المقيطع، قطعت فين شطحنا وقطعت فين كنا جالسين وقطعت بزاف الحوايج. علاش؟ احتراماتي لهاد السيده، قالت لك ما تبيني حتى حاجه وما تهضريش على القاعه وما تسميش القاعه وما تسميش، ما عنديش مشكل، ولكن بقى فيا الحال من ناحيتاش، بقى فيا الحال ما تبينيش، قالت لي حتى بسطيله. اذا كاينه شي حاجه، كاينه شي حاجه تضريتك، كاينه شي حاجه مادام قلتي لي حتى بسطيله ما تحطيهاش، كاينه شي حاجه وانت متتبعه ديالي وفيه كتبعيني وديما كتبعيني وتتقولي بنتي كتبعك وانت كتقولي لي بزاف. كون كنتي كتبغيني اختي ما غتقوليش لي ما تحطيش بسطيله، بقى فيا الحال واش درتي حاجه ضريتك، واش ما فهمتش، واش قلقتك. انا كون قلتي لي شوفي اختي ما تصوريش، اقسم بالله ما نصور، اقسم بالله مادام رحبتي بيا ترحب بك الجنه، مادام عيطتي لي وقلتي لي اجي اختي ومرحبا بك، قولي اختي ما تصوريش وما يبقاش فيا الحال، قولي ما تصوريش وما يبقاش فيا. ملي عيطتي وهضرت معاك قلتي لي بسطيله هي الاخر ما تحطيهاش، ولكن انا ما سمعتش لك حطيت بسطيله. علاش؟ باش الناس تعرفني رشيده ما تتكذبش، رشيده مشات للعرس. ميمكنش غنقول ما مشيتش غدا للعرس ماكية ومقادة وما نصورش، وانا كندير فلوغات اختي، واللي عرض عليا هاد الخطره ما بغانيش نصوره يقول لي ما تصوريش، وانا كندير فلوغات وكنصور كندير اليوتيوب وكان من انا يوميا عندي خصني اللوح. انا داك النهار ضيعتي ليا ما صورتش، كل يوم صورت بنهار ما نصورش عندك، وما عنديش مشكله اختي. وهنا غنخليكم وفيديو قصير صغير زوين وزوين، تبعوا خوتي حتى الاخر وغتشوفوا كنشطح انا وبنتي وبنتي انا وبنتي، ما بين حتى واحد وما قص حتى واحد وما ادي حتى واحد. وكنشكركم كاملين، شكرا شكرا بارك الله فيكم. السلام عليكم خوتي خواتي، كي دايرين؟ لاباس؟ كي دايرين مع الصحه؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. وحنا حاليا كندير المكياج، تكونوا على خير وبخير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم انتم غتشوفونا من اللبس ديالنا، غتعرفونا فين غادي نشوفوا حوايج بنتي. كدير كدير امتحان؟ لا كنجي مراجعه عيانه كنصلح حوايج تما، كنصلح حوايج تما وتبقى تكتب تحفظ تحفظ. هنا خوتي غادي لواحد العرس معروضين، تنوصل تما وغنشارك معكم كل شيء خوتي. حنا هنا قادينا وما نكذبش عليكم خوتي، انا مريضه اليوم، حتى انا مريضه مريضه وما قديتش نخسر السيده، بغيت نمشي باش نفوش انا شويه، واخا تكرفصت اليوم النهار كامل تكرفصت. ما نكذبش عليكم خوتي، لا بارك خسرتي لي هذا شويه الصم، ودخلت لي دخلت لي فمي درت لي فمي. هنا خوتي عيانه مكرفصه، شوفوا عي الصوت ديالي مشى لي اليوم. ها نتوما اليوم كون عاود درت بلوغ، كنت شعلوا الضوا وشعلوا اليوم كون درت بلوغ غتعرفوني، تقولوا رشيده راه اليوم مشيت هبطت القهوه، نعاود مشيت للقهوه خوتي وما نقولش لكم، دابس انا واحد المعلم تطلع لي السكر خوتي، دابس انا وياه تكرفص واحد تكرفيصه، ومازال غنعاود لكم ندير فلوغ وغنعاود لكم بالتدقيق هاد السيد اشنو دار ليا. انتم حتى الصوت ديالي مشى ليا، راه ما تنكذبش، وكاينين الناس عتي ما نقولش لكم واحد الحاله وغنعاود لكم التفاصيل. المهم دابا حنا فرحانين، دابزنا بنهار وغدا فرحانه بالليل، زوينه هاد القضيه. كي جاتكم هذا النشط باش ننسى؟ انتم اخوتي انا والدراري ما غاديش معانا نادير، انا غادي نادير ما غاديش معانا غدا، انا ويسرى ونوره عارضه علينا واحد نوره عارضه علينا يسرى ونوره
عرض علينا واحد معليش انا عرضوا عليا الطق طق داكشي ما ديش عليا خوتي هادشي اللي كاين. المهم انا دابا غنشارك معكم الخرجه ديالي وضروري هكا هكا صوري حاجه ضيفه انتم اخوتي استدق فيطين خفيف ما بغيتش خفيف والخفيف خفيف هذا انا اللي خادمه هي اللي خادمه ديال الراندر انا لا خفيف انا اللي خادمه اخوتي شوفوا خفيف خفيف انا اللي خدمت وعاونتني فيه صاحبتي بهيجه ديما تنجبدها حيت هي اللي عاونتني فيه باش وريتني كيفاش وري وري من تحت اخوتي بغيتي ناخذي خواتاتي كديرين بغيت نور لحم ثلاثه اوكي اختي راسها تقريلا انا خوتي هذا هو اللبس اللي لبسته من بعد هنا كنت انا لبست سيمبل عجبني كيعجبني هذيك الفيطه انت لابسي يا خوتي شاعليني الضو يا خوتي يا خواتاتي شاعلين الضو غادي نفوجوا مع راسنا قال لي بنهار مدازو بالليل مسهرانه واخوتي اويلي بدي نسيت باقي ما خرجتش للطريق سمعوا لي هنا خوتي غنمشيو نفوجو انا ويسرى نحن بثلاثه غادي نسهراني مصطفى مصطفى خليناه تاع الغدا ان شاء الله وندير معكم واحد الفلوق من 11 ونعاود لكم اشنو كاين واش طرا واشنو طرا واشنو ما طراش امي انت غادي تسمع بقى تما حنيني طيب راه يجيب فراسه صافي نيا باش حيت كاين الظلام خوتي راه دايره ليا البيلات ها نتوما هاتا باش يبان الضو الزين والجمال الزين والجمال ها هو خليه يطير دبر راسو يطير تيعيو غيهو غيحبس ما عليناش صافي يلا بانو تا نتوما باني يا يسرى انا باينه يلا عيب داي عيب داي لايف